أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ بحلول نهاية هذا العام، ويأتي الإعلان عن اللقاء المرتقب في وقت تواصل فيه واشنطن توجيه الانتقادات للكثير من سياسات بكين، رغم أنها تؤكد ضرورة استمرار التواصل بين البلدين لمنع حدوث توتر أكبر وللتنسيق في ملفات مشتركة. ومعنا من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير. إياد، منذ الاتصال الهاتفي الشهر الماضي بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني، تطلع من قبل العاصمتين والاقتصادين الأقوى في العالم لعدم تحول هذه المنافسة الشرسة إلى نزاع، كيف يمكن وصف أو ترقب أي قمة؟ نعم روبير، البيت الأبيض منذ وصول جو بايدن إلى سدة الحكم يواجه كذلك ما كان يفعله حليفه دونالد ترامب الصين، لكن مواجهة الديمقراطيين للجمهورية الصينية مختلف تماما عن مواجهة الديمقراطيين. اليوم الديمقراطيين يسيرون بخطوط متوازية، الخط الأول هو الخط السياسي والذي يتمثل اليوم في قمة افتراضية عبر الانترنت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، ومن ثم بعد ذلك كذلك تسير الولايات المتحدة في قمم أخرى لمواجهة الصين سواء من ناحية سياسية، وتقول بأنها لا تحترم الديمقراطية وأن على الصين أن تحترم الديمقراطية وأن تحترم حقوق الإنسان أيضا داخل بلادها. إضافة إلى ذلك عقدت الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة وزير الخارجية الأمريكي قمة قبل أيام في بنسلفانيا مع الاتحاد الأوروبي. العديد من المراقبين يقولون بأن هذه القمة كانت لمواجهة الصين وأنها لمواجهة النمو الصيني الاقتصادي الذي يكتسح العالم، ومواجهة هذا النمو يحتاج إلى ترتيب على مستوى المجتمع العالمي. هذا هو ما يريده الرئيس بايدن. الرئيس بايدن سياسته اليوم لا يريد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في مواجهة الصين، يريد ترتيب تجمع عالمي من أجل مواجهة الصين، وهذا أيضا ما فعله في القمة التي عقدها في البيت الأبيض كذلك قبل نحو أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، إضافة إلى أستراليا، قمة رباعية كان الهدف منها هو إعادة تنظيم الأوضاع في المحيط الأطلسي وإعادة تنظيم الأوضاع الاقتصادية أيضا وزيادة التعاون بين البلدان. هذه القمم التي قامت فيها الولايات المتحدة، العديد من المراقبين يرون بأن الهدف الأساسي منها هو مواجهة الصين. من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير.